طب يعملها لي. انا بقول قدام الناس دي مش اول مره وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. انتظر وسام المدني عنده حاجات كتيره قوي. ما وسعش شادو خالص. ومبروك على القناه. المخرج ده مخرج شاب صغير يعني يمكن لما حد يشوفه يقول يعني عنده ايه، بس عنده ثقافه وعنده مخزون حاجات بتاعت ناس كبار في السن. فانا بشكرك وبشكرك ان انت اخترتني ويا رب اكون عند حسن الظن. ان شاء الله هننجح. ان شاء الله هننجح. مية مية مية.